لقد طلب مني بعض البداهة لمعرفة لماذا A للقوة ناقص B يساوي 1 على A للقوة B. وقبل إعطائكم هذه البداهة، أريدكم أن تدركوا أن هذا تعريف لا أعلم إن مبتكر الرياضيات لم يكن شخصا واحدا، بل كان أكثر من اتفاق نشأ، لكنهم عرفوا هذا وعرفوه لعدة أسباب سأوضحها لكم. حسنا، ما سأوضحه لكم يعد واحدة من تلك الأسباب، ومن ثم سنرى أنه تعريف جيد، لأنه عندما تتعلم قواعد الأسس ستكون كل قواعد الأسس الأخرى ملائمة للأسس السالبة، وعندما ترفع عدد مال القوى الصفر أيضا. إذا دعونا نتناول الأسس الموجبة لأنها بديهية على ما أعتقد. إذا الأسس الموجبة لدينا A للقوة 1 و A للقوة 2، A للقوة 3، و A للقوة 4. ما ناتج A للقوة 1؟ كما قلنا سابقا تساوي A، وحتى نحصل على A تربيع ماذا يجب أن نفعل؟ نضرب بA، أليس كذلك؟ A تربيع عبارة عن A ضرب A، ثم لنحصل على A للقوة 3 ماذا نفعل؟ نضرب بA مرة أخرى، ثم لنجد A للقوة 4 ماذا نفعل؟ نضرب بA مرة أخرى، أو بطريقة أخرى يمكننا تخيل هذا، عندما تنقص من قيمة الأس ماذا تفعل؟ نضرب بواحد على A أو نقسم على A، وبشكل مشابه كلما تقلل ستقسم على A، ولتنتقل من A للقوة 2 إلى A للقوة 1 تقسم على A. إذن دعونا نستخدم هذا التعاقب لإيجاد ناتج A. هذه أول مسألة صعبة، A للقوة 0. افترض أنك مبتكر الرياضيات وتحتاج لتعرف ناتج A للقوة 0، وكما تعلم ربما سيكون الناتج 17، لا أعلم. هذا يعود لك أن تقرر ما هو ناتج A للقوة 0، لكن هل سيكون من الجيد إذا اتبعت نفس النمط، أي في كل مرة تقلل من قيمة الأس نقسم على A، أليس كذلك؟ إذا انتقلنا من A للقوة 1 إلى A للقوة 0، فهل سيكون من الأفضل لو قسمنا على A؟ لنقوم بهذا. إذا انتقلنا من A للقوة 1 أي A وقسمنا على A، بالتالي سوف نقسم على A. كم ناتج A على A؟ حسنا، إنه 1. إذا هذا هو المغزى، أو هذا يفسر سبب أي عدد ما مرفوع للقوى 0 سيساوي 1. إذن لأنك عندما تأخذ هذا العدد وتقسمه على نفسه مرة واحدة أخرى ستحصل على 1، وهذا معقول. لكن الآن دعونا ننتقل لمجال الأعداد السالبة. إذن كم ناتج A للقوة ناقص 1؟ حسنا، مرة أخرى سيكون من الأفضل لو أنها تتبع النظام ذاته، حيث كل مرة تنقص فيها من قيمة الأس سنقسم على A. إذن دعونا نقسم على A مرة أخرى، إذن 1 على A، أي سنأخذ ناتج A للقوة 0 ونقسمه على A. A للقوة 0 يساوي 1، إذن ما هو ناتج A للقوة ناقص 1؟ 1 على A. الآن دعونا نقوم بهذا مرة أخرى، وأعتقد بعدها أنكم ستستوعبون النمط. حسنا، أعتقد أنكم بدأتم تستوعبونه بالفعل. كم ناتج A للقوة ناقص 2؟ حسنا، نريد كما تعلم سيكون من السخيف إذا تغير النمط الآن، في كل مرة تقلل من قيمة الأس تقسم على A. إذا حتى ننتقل من A للقوة ناقص 1 إلى A للقوة ناقص 2، دعونا نقسم مرة أخرى على A، وعلى ماذا سنحصل؟ إذا أخذنا 1 على A وقسمناها على A سنحصل على 1 على A للقوة 2، وربما ستستمر في هذا النمط إلى ما لا نهاية، وستبقى تحصل على A للقوة ناقص B يساوي 1 على A للقوة B. أتمنى أن هذا منحكم بعضا من البداهة لتستطيعوا تفسير سبب
حسنا، أولا لا أعلم، فإن اللغز الكبير هو كما تعلم لما أي عدد مرفوع للقوة صفر يساوي واحد. أولا ابقى متذكرا أن هذا التعريف أحدهم قرر أن هذا يجب أن يساوي واحد، لكن السبب جيدا، وكان السبب هو جعل هذا النمط متواليا، وهذا السبب ينطبق أيضا على الأسس السالبة. ومن الجيد أيضا وأن هذا النمط لا يتوالى فقط عندما ننقص من قيمة الأسس، أو عندما نقسم على A، أو عندما نرفع قيمة الأسس نضرب ب A، بل كما تعلم أو ترى في عروض قواعد الأسس، فإن جميع هذه القواعد تتكرر، جميع قواعد الأسس تكون متلائمة مع هذا التعريف أي عدد يرفع للقوة صفر. وتعريف أي عدد يرفع لقوة سالبة، أتمنى أن هذا لم يربككم وأعطاكم بعضا من البداهة وبسط لكم أي شيء محير تتعلموه للمرة الأولى.